السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرحمة والمغفرة لكل شهداء، عجل الشفاء لكل جرحى، وربنا ينصر قواتنا الشعب المسلح. الموقف العملياتي مراكز إبراهيم مصطفى. الفيديو جد جميل وسخن. اتكلم عن خطر في كوستي وقائد فرقة 18 عاوز يسلم المدينة وتجمعات جنجويت في مجلد وبجو خاشين خرطوم زول بسألهم ما في، ومسير الجنجويت في مصفى الجيلي والمشتركة في الفاشل تدمر متحركات وإفلات الأمن في الدعين. ففيديو جد جميل وكلام سخن. كده رقم نهدر فيديو أول حتى بعدك نجي نعقب معكم. ولو تشاهدنا أول مرة ما تنسى إنه تدعمنا بالاشتراك في القناة. أتكلم عن خيبة قائد كوستي فاشلة. أجيك من الآخر، هو الناس اللي أقتوني، الناس اللي بيجي بقول لك والله العظيم أنتوا ناس إبراهيم ديل قاعدين يعني تشقوا الصف. صف شنو بنشقوا يا زلمه؟ صف شنو بنشقوا يا زلمه؟ الله يهديك، نحن بنشق صف؟ نحن بنشق صف؟ ما بنشق صف، لكن الخايب ده بنقول له خايب، الما شغال ده بنقول له ما شغال يا حبيبنا. واضح كده بخطة لو تاخ المجامله دي بتيجي عليك انت بتدفع ثمن انت المواطن ده. انا هسه شايف كلامنا شق صف ده، لما الجن ديل ينتشروا جوه خلايا ديل ينتشروا وينهبوا ويعملوا دايرين يعملوا، بعدين بتيجي تقول يا اخي والله العظيم ليه وانتوا كنتوا بتطبل؟ انا هنطبل، بندي زول الحق واشتغل. هسه عندك قائد الفرقه الخامسه وقائد 22 وقائد الفاشر، ليه نحن ونصر الدين بتاع المدرعات، وعندك بتاع سلع الاشاره، ليه نحن النازل ما نتكلم فيهم؟ ما بنتكلم فيهم ليه؟ لانه نازل ما مدين سقره، نازل بالين وشغالين. عندك قائد الفرقه الخامسه ده قائد معركه بنفسه، المعلومه دي عارفها؟ معاه حتى مدير جهاز الامن المخابرات ذاته بتاع لوبين، قاد معركة بين نفسه. في اللي هو بقول قاد معركة بين نفسه، فات دق قسطير كده لما قال ما داير، راكب عربيته بيدوشكته بيدونيطه بيطاقمه شغال. شفناه وعادين فرض المعركة، شفناه وده نحن بنديه حقه. أما الراقد وما ونايم وما شغال ومستهتر ومتراخي وقاعد تابع لي توجيهات السيطرة اللي بتسمن اللي بتغني من جعدي، والله يا نحن بنبله شاء من شاء وأبى من أبى. تيجي تدافع عليه هنا على سنه قريبك، ما عارف في ناس بقدس الشخصيات، ولا الزول ده عجبك ساي كده، ده شيء برجع لك. نحن الزول ده بنبله بنبله يا زول، بنبله بالبله معنى لو اي حاجه. هسه الان عندك قائد كوستي ده مرخي، اللواء سامي الطيب مرخي، قائد العمليات بتاعته حيدر مرخي، ما شغالين. هذولكم الجنجه قاعدين، جنجه قاعدين، طلع جيشك امشي قاتل الناس ديل. هسه الان المرحله الجايك جايك حرب المسيرات، دي معلومه مؤكده جايك، وعندك فقدت ضباط عديل بالمسيرات ده. مقدم كامل فقدته، امشي اشتغل شغلك زي الرجال. خسرت انا، احنا بنعرف انه والله الجيش ده خسر، وجيشنا ده احنا عارفين انه ما بيخسر. جيش ده اتحرك بيشتغل في كل المحاور، الجيش اتحرك بيشتغل. هسه امره كابس الجنجه ديل، الجنجه ديل بيتجمعوا وقاعدين يجيبوا ناس بالقطاعي، قاعدين يجيبوا ناس بالقطاعي. ويا ما تكلمنا مع السيطره دي يا اخواننا، النازل بيطلعوا من المجلد هسه، بخصوص المجلد دي النازل بيطلعوا من المجلد، بيطلعوا بدفارات، بيطلعوا بلاندي، بيطلعوا ببكاسي، بصلوا لحد الخرطوم. بيستوعب انه عديل كده عديل بيستلمون بيجمعون بيطلعوا. العربات دي ماشيه، لا في طيران داير يدقها ولا في طيران داير يتعامل معاه، لحد ما يجوا عليه ينخرطوا مع الجنجة اللي قاعدين هنا ديل، وبعدين احنا نقعد نبدا تاني من الصفر. هسه الجنجة ديل قاعدين من دخلوا حدود ولايتك ومسؤوليتك دي يا صامت الطيب، ليهم كم؟ سؤال، ليهم كم؟ ليهم كم؟ ما شفناك حركت جيش كده متحرك كده مشيت داقشت الجنجة ديل، قاعد داير تصب، مهيئ نفسك على صد الهجوم فقط، مقوي دفاعاتك، لكن المواطنين الان اللي في حدود سيطرة الجنجة ديل طص فيهم يعني. والواضح كده، فالواجب عليك انك تشتغل او تتم اقالتك، تمشي تشوف لك شغله تقضاها. فشلت فشل ذريع، فشلت فشل ذريع، ما تقدر تتفلسف ليه والله سامي ده وما عارف. لا لا يا زول ده فشل فشل ذريع يا زول. الكلام ده احنا بنقوله لك شئت ام ابيت، تقبله ما تقبله ده شيء برجع لك. الرجل ده ما اهل للمنصب ولا ده زمنه ذاته، فاشل زيه زي الربيع ذاك، كمان ذاك قائد الفاشلين. افشل اثنين قادة مروا على ثلاثة قيادات مروا على تاريخ القوات المسلحة في الفترة العصيبة للمرابة دي. عندك احمد طيب الباع الجزيرة وصيج نهارا جهارا، وعندك الربيع القاعد يفرط الان في مواقع استراتيجية، والان يعني خلى الجيش في وضعية حصار اتجاه سنار. دي افشل قادة مروا على التاريخ. ضيف على سامي الطيب ده اردأ ناس لحد الان شغلهم
تعبان وشغلهم ميت بالمرة. أنا بقول لك عديل شيء تام أبيت، أحسن تشتغل شغلك. ونحن لحد الآن والله ما فعلناها، اشتاق وقلنا شيلوا فلان وشيلوا علان وشيلوا فلتكان، أحسن تشتغل شغلك. مطلوب منك أنت كقوات شعب مسلحة، مهمتك حماية شو؟ مهمتك حماية المواطن، ده دي الأولوية الأولى عندك، دي بسبب أنت لابسة زي ده، داير شنو أنت يعني؟ طيب طيب ندخل في التفاصيل بتاعتنا بتاعت الموقف العملياتي. موقف عملياتي مشرف نجمة الإنجاز اليوم عند أو من نصيب أبطال العمل الخاص المهندسين تكساس، تكساس لأي وسواس. وطبعا الرحمة المغفرة للشهداء، فقدناهم، فقدنا والله خيرة الضباط أحمد الزين نزل الله ربنا يتقبله، وعدد من الشهداء نزل الله ربنا يتقبلهم، لكن سطروا معركة تاريخية، صمدوا وقاتلوا، لقنوا الميليشيا درس لن ينسوه. يعني ميليشيا بلت قبل كم يوم في المهندسين، والآن اتبلد في المنصورة. ده الكلام اللي كنا أمس بنقوله بنلح وبنتكلم فيه، بنقول يا سعادة الظافر اتحرك يا أخي، الحركة بتجيب الشغل ده. يعني الليلة اتحركت حركة خفيفة كده، دمرت لك أكثر من 9 عربات، واستلمت لك عدد من العربات، وقتلت لك أكثر من كم 30 ميليشياوي. أكثر من كده أنت داري شنو؟ ده مش الشغل ذاته، مو الشغل بيبدأ كده. عساكر معنوياتهم فوق في السماء، مصابين. زول مصاب شايل سلاحه ماشي قاتل، زول بعزيمة زي ده أنا بحبسه؟ ما بحبسه. ده المطلوب منك. نحن دايرين منك سوق ليبيا، دايرين سوق ليبيا الآن، دارين سوق ليبيا. الشغل ذات انا بالنسبه لي غير مرضي يعني. نحن دارين سوق ليبيا، طلع الجيش القاعد ده لمه وديه وخليه يشتغل سوق ليبيا. عندك جهاز مخابرات، عندك احتياط مركزي، عندك مستنفرين، اكثر مستنفرين مستنفرين درمان ديل، ما لهم عدد ولا لهم حصر. طلعهم خليهم يسوقوا ما تبقى من الجنجة اللي قاعدين هناك ديل. جنجة يا اخي 7 و8 و9 تلقاهم مسيطر لهم على حي كامل، معقوله؟ قاعدين لهم حي كامل، قاعدين لهم 23 مرقة الجيش ده خليه ياكل النازل. الليلة 23 دي والله العظيم من المسافة صفر النازل اكلوها. زول بواجهة 23 ما بخاف منه، شفت هذيك 23 محروقة بتاع الجنجة. محروقات منهم ثلاثة. ديل واجههم الناس اللي ماشيين بلوط التسليحهم كلاش وار بي جي وقرنوف ودوشكا، حتى الدوشكا ذاتها بعيدة منهم. ده جيش بيحبسه؟ سؤال، ده جيش بيحبسه يا سعادة الظافر؟ الشغل شغلك. احنا دايرين الان غرب ام درمان دي دايرين ننهي عديل ام درمان دي الان بتتعافى، ام درمان الان اتعافت، الحياه عادت لطبيعتها، دايرين نامن الناس الان اللي قاعدين وامورهم مشت واسواقهم رجعت وقاعدين امورهم تمام. حتى في ناس من خارج ام درمان بيقول انا اجي ام درمان، دايرين نامن الناس دي، دايرين نامنهم. اسي الليله بشغلك بتاع المنصوره ده، انت كده امنت الناس الجوا ديل من التدوين، ولسه ولما تستلم سوق ليبيا ده بغادي وترفع تمام غرب امدرمان عموما، انت كده بتأمن المنطقة دي كلها. يعني كده امدرمان دي تاني فضل فيها شنو؟ جنوبا ده ودي الجيش ده كله جنوب، تاني حيجوا بين حيجوا بسما ولا حيجوا وين؟ وين ما دايرين يشرحوا لكم ويوضحوا لكم. جنوب امدرمان ما في حاجة يا اخوانا، لسه الجيش قاعد في محله. جنوب الخرطوم في عمليات على خفيف كده نوعية وغير معلنة، في قصف مدفعي عندك جنوب الحزام بيغادي هناك، وعندك المدينة الرياضية استهداف مباشر ومستمر. مبروك، وده شغل كبير جدا جدا يعني، وزي ما قلنا شغل بالملي. طيب بالنسبة لوسط او بالنسبة للقيادة العامة، القيادة العامة ما ننسى القيادة العامة في تدوين. الاصوات اللي قاعد تسمعها دي يا اخوان، ده تدوين، ده شغل جديد، ما تترعبوا ساكت، ده شغل جديد برضه. نحن نعشم في انه تفتحوا القياده العامه دي، الجيش ده خليه يشتغل يا خليه ينظف بجاي، وين المشكله يعني؟ الجيش بمرق بيمشي، وين المشكله؟ المقرن والحتات دي والسوق العربي دي، ده ما انسى بوكت يعني، ولا انت مرق لهم تندي، ما هو الشغل بتاع التمشيط والاستعراض والرجوع ده ما ينفع. نحن قاعدين تمشيط واستحواذ يعني، تمشيط واستحواذ. طيب فيما يتعلق ببحري، اول حاجه المصفى، جنجة المصفى والله اني لكم ناصح امين، الشغله دي ما بتتجازف، والمصفى ده
كلام الفات ده كله خليه، لكن المرة دي حقيقة المصفى ده جنجة تاني ما عندكم فوقه حاجة، واحد الدكشو بتدكشو والله العظيم. البشريات والتعليم الـ 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 المعلومات اللي وصلتنا معلومات مبشرة، معلومات مبشرة في الجاهزية بتاعت القوات وكلها مهام تسليم المصفى وتشطيب المصفى، وحتشوفوا الشغل بتاع المسيرات والشغل بتاع المدفع ده كله تمهيد يا جنجة، تمهيد. ما تقول لي سحبت جوا، ما تقول لي ما عارف وين تحفروا خنادق، لا ده ما بحل لكم والله، ما بحل لكم، ما بحل لكم جوا الخندق. زاد انا من الرمالك جوا الخندق من الرمالك، بحري ما محتاج حاجه، بحري بس محتاج انه ربنا يهدي السيطره وتشتغل لنا في بحري، تدي توجيهات للالويه اللي قاعدين ديل ديل ناس طبعا ناس شغل وعساكر مجربين يعني. بحري الان ككنترول كده في يد الجيش يعني بتحكم فيها، طالما انه انا بعرف ادقك مسيرات 200، بعرف امشي اعمل لك كمين 200، بعرفك اذا تحركت، بعرفك اذا داير تعمل اي عمليه بوجه لك ضربات استباقيه، يبقى انا المسيطر وانا الكنترول، فضل بس توجيهات السيطره. الكلام ده مين بنقول فوقه؟ ادي توجيهات للقشم الموجود هناك ده، خليه يشطب وينفض ما تبقى من الجنجة الموجودين هناك ده، وهم ده اساسا ما جنجة يعني اصحاب خبره، ديل كلهم ململمين ساي فزع، ما عندهم اي علاقه بالقتال، ولا بثبتوا ولا بصمدوا ولا بقدروا بواجهوا. خساره زادوا لحد الان تكونوا منتظرين وقاعدين. فالايام دي اخواننا ايام صراحه كده، امس يوم في يد القشم يعني 6-0 للقشم، دين جماعة عندهم في حاجه غير الكذب والطلس والسواقه، الخوف زاد بدا يظهر فيهم يعني، حتى في لايفاتهم ذاتهم محبطين، ولايفاتيتهم وابواقهم محبطين. فبحري دايره شغل في قصف مدفعي شمال بحري باستمرار في شغل بتاع مسيرات حول المصفى، وشغل كثيف جدا جدا، ونتمنى انه يكون ازيد من كده، عشان دي طبعا تمهيد للاقتحام. طيب عندك جزيرة لا شيء يذكر، التحية لمحور المناقل، شغالين ما شاء الله تبارك الله، وبتحركوا بكل ارتياح، وبس بقية المحاور يعني. نحن هنمشي يومين في النقطة دي، هنقول لك بقية المحاور ما شغالين، لو شغالين وعلمنا انهم شغالين والله نحن ما نقول لك، انا دي شغالين دور بي حول المواقع اللي قاعدين فيها، شغالين قصف مدفعي، اما ذاك ما عندهم اي جديد، ما عندهم اي تحركات، رغم العتاد ورغم الافراد ورغم 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 ده كله، ما في اي تحركات. ما في اي تحركات بالنسبه للنازل، انا ما اعرف توجيهاتهم شنو يعني. اذا سؤال انا نعرف توجيهات بقيه المحاور باستثناء المحور بتاع المناقل. انتوا مهمتكم شنو يعني؟ قال لكم بس امنوا واحرسوا نفسكم وخليكم قاعدين ولا كيف؟ سؤال. سؤال. طيب في عمليات جويه متفرقه، كان في الجزيره، كان في حول سنار، كلام ذلك ما في اي حاجه يعني. بالنسبه لناس مناقل دمروا 3 عربات واستلموا عربة حية بهيئة بحالة جيدة، المدفع 23، واسترجعوا 3 عربة مدنية، طبعا عربة المواطنين جغموها من الخرطوم، مشوا مسحوها لك طين وهناك قاعدين شقوها في الغرة. التحية لما الناس شغالين والله، عيننا باردة عليهم يعني. سنار جوا سنار انا مطمئن ما في حاجه، جبل مويه جاي شغال تدوين وشغال شغل بتاع مسيرات، وما في تقدم ارضي لجبل مويه، مع انه الجيش ما بعيد من جبل مويه، الجيش حول جبل مويه قريب يعني، ما بعيد، ما بعيد على الاطلاق، الجيش قريب. الربيع داير يدي توجيهات 200 عشان الجيش ده يمشي، الله اعلم، الله اعلم، ما عارفين الشغله دي حد وين يعني، شغله كده تحيرك وتخليك تدور حوالين نفسك يعني، زول بالامكانيات دي وبالقوات دي وبالنوع من الاسلحه دي، اسلحه نوعيه مختلفه. الليله لو جينا مسكنا دفاعات سنار دي كلها ثنائيات، كلها يعني الاسلحه اللي بتدي كثافه نيران الطالب نباه كلها وصلت يعني، هذا لا يزول في سنار. لكن ليه الربيع ما داير الان يتخذ خطوات جريئه ويداهم الجنجة ديل ويتحرك عديل كده؟ عارفوا ان الحركات بتاع الجيش مارقة تفتش الجنجة ديل تكابسهم يعني، فهذه شغلة عجيبة جدا جدا. طيب
بالنسبة للفاشر عموما، الفاشر بخير، عاد القصف المدفعي المتقطع، عدد من المواطنين يستشهدوا، نظرا لأنه ربنا يتقبلهم. بس أنا عندي حاجة معينة بالنسبة لأولاد الفاشر، الشباب ديل بموتوا بالتدوين ديل، يعني شفنا العدد من الشباب ماتوا بالتدوين. وشوف كده كده أنت الشغلة دي مستهدفك، الأفضل إنك تمشي وتشيد سلاحك وتقاتل مع إخوانك في الساسة والفي طرابورو ديل، أفضل إنك تمشي تقاتل معه، ما تقدر تنضم لهم ديل مش تنضم لهم. بس كونك تكون قاعد في البيت كده كده شوف التدوين اللي قاعد يحصل ده، يعني كده كده انت شنو مستهدف. قبل فترة كان في اقبال كبير جدا جدا وفي تسليح، الفرقة كان جادة في موضوع التسليح. هسه الان برضو بندعو الشباب الموجودين هناك انها تمشي وتتسلح وتمشي تقعد في الصفوف الامامية مع الابطال اللي قاعدين دي. فاشر مؤمنة مؤمنة تأمين شامل كامل، هنا المداخل والمخارج كلها مشتركة، الجيش التحية لناس المشتركة، التحية لناس المشتركة يا اخواننا. المشتركة دي اللي حسموا الجنجة، حسموهم عديل، ده حسم عديل، ده سواقة. الان لو لاحظت الجنجة في خلافات بيناتهم، في مجموعات بدأت ترجع كده برا بتعرد بحجة انه يا اخو والله العظيم احنا ما في زول بيجيب لنا اكل، ما في زول ما عارف معبرنا، ما في. لا لا، هو ده البل اصلا، ده البل اللي خلى ميليشيات تتراجع من حول الفاشر، مجموعات متفقين معاه قوال اللي يجوا يدخلوا الفاشر يقنموا، وشغله بقت عكس، بقوا هم ذاتهم غنيمه للمشتركه. بس المشتركه دي قاعدين يغنوا من النازل، لا خدوا لهم اكل، لا خدوا لهم سلاح، لا خدوا لهم اي حاجه. ده غير كده الاستهداف بصوره يوميه، يعني غير كده الكمائن اللي بقت مفاجئه ومباغته للجنج. اكثر حاجه بيعانوا منها الجنج الان حول الفاشر بقت الكمائن المباغته، يعني اللي بيقعوا فيها طرابورو دي الاستخباراتين تفوقوا على الجنجة. داخل الجنجة عندهم مصادر، مخترقين الجنجة من الداخل، هم مخترقين الجنجة من الداخل. فالموضوع بقى يعني صعب على الجنجة هناك، ما عندهم اي حاجة، كل تسللاتهم بيتم التعامل معها. عندهم متحرك جاي كان من الضعين تمت مجاسفته، لحد الان المتحرك ده ما معروف ذاته، الناس جروا على وين جروا عليه ما معروف. الليلة في الضعين بيوت بتاعت عزة ما تديك الدرب، بيوت ما تديك الدرب. ها ونظر لانه يعني الشغلة دي تزيد عندكم. هاي ما هم انتوا جايين تعملوا شنو في الفاشر؟ جايين شنو؟ جايين رحلة سياحة ولا جايين تعملوا شنو؟ ولا جايين تجيبوا قطر عريس؟ ما انتوا جايين تقتلوا الناس، جايين تستهدفوا المواطنين الابرياء المساكين. اذا كان يطلع مستشار الجنجة ده منه الما يتسمى ده يطلع يقول لك، قال يا اخي والله العظيم احنا اي مواطن بالنسبه لنا هدف قاعد مالها سيطره الجيش. معقوله؟ معقوله؟ طيب عندي رساله للجويه، وتكلمنا تحت، تكلمنا معاهم يا اخواننا اللي بنقدر عليه وعملناه، الطيارين المتواصلين معاهم وبعض افراد السيطره المتواصلين معاهم، عناصر السيطره. السيطره ترى مين؟ لبرهان ود الحسين والجماعه دي؟ لا لا لا، السيطره دي فيها رتب مختلفه موجودين، تواصلنا معاهم يا اخواننا. عندك المجلد، العربات اللي بتمرق من المجلد الان ديل كلهم جنجة، نازل مارقين عديل يمشوا يجوا يستنفروا مع الميليشيا ديل، متفقين معاهم من هناك، بيصدروا تصدير عديل للخرطوم. هل بيمنع شنو؟ انه الجوية تشتغل النازل تبلو نازل، بيمشوا لحد بغادي من هناك المثلث، من المثلث بيمشوا لحد العاصمة، وحجة ان هم الدفارات الماشية دي واللانديات الماشية دي والبكاس الماشية دي كلها جنجة، دي المفروض يتم التعامل مع اول باول. خلاف ذلك عندك حول الفاشر برضو ملاحظ انه في قيام للطيران، ملاحظ انه في قيام للطيران. طيب عندك الكومة والحتات دي، الكومة دي قبل كده اتكلمنا في الموضوع بتاعه، قلنا القيادات بتاعت الجنجة قاعدين هناك في الكومة، عندهم تجمعات وعندهم قرفة عديل بتاعت عمليات موجودة هناك. طيران كان يتعامل معاه فترة وتاني قاب منه، فالقيام ما منفع الاستمرارية. نحن الآن عندنا الورقة الرابحة الآن الطيران ده، فلا بد من البل، لا بد منه. طيب شندي والقضارف، نختم بشندي والقضارف. قلنا يا ناس شندي والأجهزة الأمنية الموجودة جوا شندي، الحذر ثم الحذر، والله العظيم الحذر ثم الحذر. الخوف ما من برا، ما في قوة كده من برا بتجي
تشيل شندي دي. الخوف من الخلايا الان المتقلقلين اللي قاعدين داخل شندي. الخلايا اللي قاعدين داخل شندي الان الخوف منهم هم. ده الخوف منهم. وبالميات اللي بيسووا فيها الاجهزه الامنيه اللي هناك دي والطيبه وحسن النيه والكلام ده دي مشكله كبيره جدا جدا. يو ده الخطر ذاته. ده الخطر. نحن يمين هنا حنبعتكم. شدوا حيلكم اجهزه امنيه. شدوا حيلكم. الزول بنظف من جوا. امن ظهرك اول حاجه. الجاي من برا ده ما هو طلص، هم نحن جاي من برا دي شفنا عنهم في اللايفات، هم قبل اليوم مجربين الشمالي دي عارفينها كويس، لكن برضو لابد من الشغل الداخلي، الشغل الداخلي أهم حاجة. الشغل الداخلي أهم حاجة. تأمن من جوا، هم الناس ما بيجوك من برا، كالطابين ما عندهم أكبر ناس طلاصين وبتاع سواق الجنجة دي. مانجات شندي وشنو شندي ده كله طلص ساي يا زول. ده كله طلص ساي، الشغل الجوا. ما دايرين ذاته اي محتجز جوا تابع للجنجدل ودوا اي حته ثانيه ودوا اي حته ثانيه هم يحسموا لنا الشغل بتاع الخلايا الجوا دي وانا بحذر لكم هذا كذلك القضارف برضو الاجانب والمواتر الاجانب والمواتر الاجانب والمواتر الكلام ده احنا رددناه وقلناه اجنبي ده في قرارات عادي بتاع الترحيل يترحل عنده شنو هنا قاعد لشنو جاف يزل الظروف دي عنده فهم معناه جاي ينضم للناس دي وده ظاهر لنا احنا شفنا كمية من القناصين دي حبش يعني حبش يعني ما هو ده انا اللي بشوفه كله بقول شنو بقول ماشي ينضم للناس دي وهو ده الصح كده يعني رحله بس خليه يمشي بلده لا تزعل ولا تقول عندك معاه شغله ما في يتحاضروا تماما ما تقول لي قديم ولا جديد يتحاضروا ما في حاجه اسمها اجنبي في ظل الظروف دي هم الناس مرقوا انت قاعد عندك شنو الناس مرقوا وانت قاعد عندك شنو اهل البلد ذاتهم الحقيقيين مرقوا انت جاي عشان تعمل شنو يعني لك التحيه يا ابراهيم كلام جميل جدا النيل الابيض في قطر وناس اتكلمت كثير في الموضوع ده وقياده فرقه 18 مصره انه ما بتتحرك وما تنتشر عشان تعمل دفاعات متقدمة تحمي المدينة فسقوط ربك والكوسي دي بياني المواطن هو بدفع الثمن فالناس لازم تتحرك والله جنجوي ده قالوا شغالين تجمعات عديل في مجلد وشغالين تجمعات في نير الأزرق عندهم معسكرات عديل بالتدريب طيران زول بسألهم ما في الناس دي القوة المشاة الضاربة في وقتها دي كله منتهر زي ما قلت انه هرب الجاي ده هو هرب بتمسيرات فالجيش لازم يستعد ومسفجر ده خلنا من زمان نفترض يكون دنيا ذلك الرهان المسفجر مسفجر مفترض نازل يتقامون بما فيهم ذاته بس الجيش بتاع الجزيرة والفاو والسنار ديل هم ديل سبب البلاوي والأسي المواطن بتاع سنار وطفاء الثمن والآن نازل منتشرين ماشيين ليه دمازين الجيش لازم يشتغل يا خلنا زي ما ناس يشتغلوا الجيش الغربية ناس الهجانة وناس بابانوس وناس فاشر انتوا كلكم واحد مفترض كلكم تشتغلوا زي داك يا اخوان اصل ناس فاشل دين او لابس في يوم واحد مدمرين ثلاثه متحركات اصل ناس دين دي ذاتها يومين كتبت فوق مره واحد الجنجويت شغل الاشتباك وراهم والناس جايين من افريقيا الوسطى ديل مفترض ده فرصه مناسبه انه الجيش ينتشر وفرصه مناسبه برضه ناس المشتركه دي تنتشر عشان توقف التدوين اللي بيجي في الفاشل ده هسه الناس عارفين محل التدوين ده التدوين ده قالوا كله بيجي من كوما والناس عارفين ترى مفترض يميل للمنطقه دي كله والله ناس شندي وناس قدار بس يتكلموا كتير فبلد دي مليانه نايه بتاع الجنجويت ديل من شواك للناس المسجونين والمفرج انهم في الشندي فناس بيقولوا بلد ده بينفجر من جوا فالناس لازم تكون واعيه يعني